قصتنا اليوم من الهند. يقول لك هذا سائح انجليزي زار الهند زمان ايام الاستعمار الانجليزي، صار يتنقل ما بين مدن وبلدات الهند، مر على بلدة عجيبة ما فيها سكان لكن البيوت زي ما هي والبساتين زي ما هي، فصار يسأل وش الموضوع. فحكوا له القصة، هذه البلدة يكثر فيها نوع من الافاعي يسمى الكوبرا، وهذه الافاعي تلدغ الاطفال كبار السن، فالمستشفيات دائما مليانة منهم. محافظ هذه البلدة فكر كيف يقضي على هذه الافاعي، فجاب مشروع، قال اي احد يجيب افعى كوبرا مقتولة انا اعطيه مقابلها مال مبلغ معين. فاشتغلوا الهنود، ما يدخلون يدخلون البساتين ويذبحون الافاعي ويجيبونها ويستلمون مقابلها المال. بدت الافاعي بالتناقص شهر بعد شهر، لكن تفاجأ المحافظ بالشهر الرابع بدل ان ينخفض عدد الافاعي المقتولة الا زاد، الشهر الخامس زاد عدد افاعي الكوبرا المقتولة. قال يا ولد وش السالفة، انا لازم انزل البلدة واشوف ايش العلم. ونزل، وكانت المفاجأة، لقى الهنود مسوين احواض استزراع وتوالد للكوبرا يبيعونها على الناس، والناس يقتلونها ويودونها للمحافظ مقابل المال. فورا اصدر امره بايقاف مشروع المال مقابل الكوبرا المقتولة، ويرطوا اصحاب المزارع بالافاعي اللي عندهم وشاكلونها. قاموا فلتوها، فامتلأت البلدة بأفاعي الكوبرا حتى هج الناس منها وهجروها. الاقتصاديين من هذه القصة صار عندهم مبدأ يسمونه كوبرا افكتس، تأثير الكوبرا، ويطلق على أي مشروع طائش غير مدروس. أنا ذكرت القصة لأني قبل فترة مريت على واحد من الشباب طلب مني إعلان لمشروع له، الحقيقة متكلف فوق اللزوم، لكن من أول نظرة، من أول ما دخلت المكان أنا عرفت أنه ما حيمشي. طبعا هو شاف مشاريع مشابهة ناجحة وشاف السوق ماشي وعنده راس مال، قال يا ولد أنا بحط راسي من ضمن الروس. طبعا أنا ما أعلنت له ووجهت له نصيحة، قلت ترى كذا 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 كذا، المهم ما أخذ بالنصيحة وكمل مشروعه. اليوم خسائره ما أبغى أقول من ملايين، بمئات الألوف. فأي مشروع تبغى تقدم عليه أيا كان، استشر ثم استخر، اسأل أهل الخبرة أهل الاختصاص، ودائما الاستخارة بعد الاستشارة.